الفكرة يا فندينا. هربوا رمانة. طب يلا انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامة لناسك وحبايبك وقالك واصحابك. شلبي امرني يا برنس. طلبات الترابيزة دي كلها على حساب المحل. غرق الترابيزة بكل الاصناف. اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. امرني امرني يا نجم. بيضون المالت. اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامة. الف حمد لله على السلامة يا نجم. الف حمد لله على السلامة. ايه الشيكة؟ ايه الوجاهة دي؟ سربت القطة يا بيضون. بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف. مالك يا مالت؟ زعلة فندينا ليه؟ لا لا يا كابتن عنك انت الحوار ده. انت راجل نجم. العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون افندينا. رمانة. انا مش قادره اتلم على نفسي. حاسه ان مفاصلي سابت مني. معقوله يا خميس؟ معقوله ايديتي تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقوله الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة أوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. سامع هوس؟ طفي النور ووطي المزيكا. والدنيا هوس. أفندينا رجع والشفة ضحكت والليل سهر وبكرة جاي وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لفندينا وبس. والمزاج موزون ليلاتي. قسم يا مزيكاتي. معالي الباشا. معلش بدوش معليك. محسوبك الملط. معلش انا اسف لو ما كانش الظرف طارئ انا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعه زي دي. لا 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 مش خير يا باشا. خميس افندينا وصل وسهران عندي الليله. لا 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 لا, لا. اطمن معليك. رمانه خرجت قبل ما يوصل وفجاه جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا. أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. اشتقتني ورجعتني وقلت لي وحشتني.
ايوه يا ابو ساميه. ايه ايه بتقول ايه؟ مش سامع. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. فندينا بعد اذنك بس. روح. لا روح مين؟ لا بداية الليلة. ايوه. زي ما انتوا يا بنات. هطمن على زمايلكم وراجع على طول. ماشي. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك. ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. انا اقدر. اه ابو ساميه معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرض يا ميرا الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليها. انت قلقانه من ايه؟ مش شمعوا البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلقح انام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي حاضر حاضر هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حاسه كبيره قوي مساكين. جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بلح احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان. اه هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله. بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت. يعني نفضل عايشين كلنا؟ وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ده بالبق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا.
لو حابب تتعرف اعرفك. براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف مخرج من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورنا يا افندينا. اقتلني اقتلني يا خميس. وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب تتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه. لا لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس. ورحمه الغريب لا اقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا. انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يلا ليه؟ والمده بتاع عيال. المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي يناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا. هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا. اثبت يا. افتح بوقك يا. ابوك ياد عارف انك هنا. ما ظنيش انه بالغباوه دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. المعلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس. وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك. كلام امك لا. ها؟ اثبت اثبت يا. اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون رائد لافندينا هناك. وانت كنت فين؟ وازاي تسيبه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا. لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح بس شكله كان ناوي على الشر. لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص مال وشك مصفر كده ليه؟ لا اله الا الله. النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالسهل يا حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا. استرها مع خميس. Thank you.
الزوز راح ربطه في كرسي كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذة وأحمر وهو لابس أسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص بالضحك قد وسطك يجي 100 مرة. أيوة يا خميس يا حبيبي، بس أنا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا أخوي، ده أنت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، أمال اللي جاي إيه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني أنت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. أنا ما بهزرش. إيه ولا أنا بهزر؟ ولا أنت شاكة إني مؤمن؟ لا طبعاً يا أخويا، ربنا يزيد ويقوي إيمانك أكتر وأكتر. أمين إن شاء الله. بس أنا والله خايفة عليك من اللبش ده. لبش إيه؟ هو أنت عايزين أسيب حق يا رمانة؟ أسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومة؟ أسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وأنا ببنيه طوبة طوبة؟ أنت ما تعرفيش أنا تعبت قد إيه؟ ولا شقيت إزاي عشان أبني البيت ده؟ أنا اتذللت للزباين. أنا ياما كنت أقف للزبون أثبته وأتذلله. اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص أثبته عشان ياخد له وقية. واللي بياخد وقية ولا وقية ونص أثبت فيه عشان ياخد له فرش. إن شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة. شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت للي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش استاهل اسم افندينا يا رمانة. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه. انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة. غلط بقى ولا صح، هو ده انا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيرة، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. اما انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانة كان تابوت. تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين. زي ما يكون مكتوب عليا ان اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. احنا ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال بقى اهو. ايه؟ اهو بقى. تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبه النخبه. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. اصبر كده. واحد ثلاثة. يا بنت قوية يدوب علينا ربنا. راح فين الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا اهو رجالته ابن الكلب، بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عيني مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ آه! آه! آه!
تيجي عند الرجاله وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي علقت معاك صح. حرام انت وعيلتك، ربنا بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي، يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يا بابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده، والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصه ربايه؟ ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شويه تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل، الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. قال بشاير إيه؟ ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك، أنت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ أنا عارفة إن أمك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضباه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك نار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه، مشان خاطري بالراحه بالراحه. يا اخوي ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك، ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي، حاضر. انا ليا ايه في الدنيا تغير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس، اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه؟ عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت اما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قلة الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا هضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى، كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحت انت يا اختي؟ دلعت ابنك؟ يا تكنيله في شكلك، امشي غري من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتطلقي هتطلقي. ها بتاعك يا معلم ابو الشله. كيف شكوارع؟ تحت امرك يا معلم. ايه دي السكين ونص؟ قسم السكين ونص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوف. عيني. خليك معايا يا ضغوف، كمل العشر. ايوه استناه. نص فرش اربعات يا معلم. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه لا صبر، عملت كده السكينه. اه لا انا عايزك تذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت.
الناس رايحة جاية عمالة تبص. أيوة استنى. إيه بوزلنا؟ مالك يا أخويا؟ اتخنقت، زهقت، قلت أطلع برا أشم شوية هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبية يا حاجة. سلامتك من الكعبالة يا معلم. عايزين نص فيها شربعات. كم دول؟ زيادة 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للولية بتاعتك دي تبطل الأعمال اللي بتعملها. الأعمال دي مش لينا احنا يا حاجة، ده عشان تبعد عيون الحكومة عننا. بس والله غلبانة وبتحبك البنت. اه يا اخويا، وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبة، مصلحة. عمر استاذ. انا عايزك في مصلحة يا معلم. مصلحة ايه لا مؤاخذة؟ احنا عايزين له بواقي حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافية ما بسمعش. الحشيش قال. لا مؤاخذة يا معلمي. لا مؤاخذة يا معلمي. قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه. فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي. هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجة؟ أنا جاي أقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفة خليه يعمل له أحلى حجر معسل على حسابي. أوعى تحاسبه، ده ضيف. ها؟ يا معلم أنا قصدي المزاج، الحشيش يعني. إيه؟ حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك إن الحتة دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار أسود، ده خير أنت تعمل شر أنت لا؟ نضيفك تقول لنا بتبيعوا حشيش؟ يا ابني إحنا بتوع معسل، الحقوا يا إخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحتة فيها حشيش. رمانة. ايوه حبيبي، انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي. ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى، ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعي. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ مش شايف حاجه. بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق تفطر. بس اجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ سنين الجواز ادي اللي احنا بناخده منه. معلش يا باشا، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لا والغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معايا باشا. طيب عندك. يا
حظك في رجليك يا باشا، اخباريه طازه ومن النوعيه اللي بتحبها، قلت لازم اجي ابلغها لك بنفسي. قبل ما تقول اي حاجه علي، انت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا ام سامي. الله يبارك فيك يا حبيبي، استنى خد يا ولا زرقتوا يا بنات. على النسوان مسامية، عيون ام سامية وقلب ام سامية. هات المفتاح عشان عايز انام. نوم ايه النهارده؟ يوم مفترج والبنات اهم، هنروح نهيص. نهيص ايه؟ هو انا زبون يا ام سامية؟ خلصي بقى، هات المفتاح. زبون اخص عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياه ساميه اللي عيني لسه ما رايتها، لا خليك كبير المنطقه، اخليك ديك رومي منفوش كده. ماشي اخلص يا ام سامية، انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان يزيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا زهرات؟ اخرس انت، امرك كبير. بضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها، وفي زيها دلوقتي كتير والمضروب منها بقى اكتر. يا معلم محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق. يا حاج السوق انا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيلة ابو سنه، فدول كبيرهم سبارس يبعوها في دلاب زمن وراح. يا تفهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدريه محدش عارف عنهم حاجه، والكيف ويذل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يظبطه. البضاعه دي لازم تتوزع من ليله. ايوه حاج، بس ما بسش كلمه اللي قولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزة في المكان والمعاد اللي أنا هبلغكم بيه قبلها بساعة. براء مع آخر فوش ورز ويا الرجالة. وشفاعة يا حاج؟ لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبايبنا. اتفضل يا كبير. خياط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحتنوله المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعيلي، اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه، اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسقي من الحبايب كتير. وحيات امي يا حنتومه، لو ما سكتي لحجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوك هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه؟ لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا، ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه ووراقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي. انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين الاصل؟ يا اختي مش عارفه، ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا. سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعه ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندحة بتشتغلني في الرايحة والجاية. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز. مرهوش مرهوش، ده الحكاية عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفة اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها؟ يا اختي بركة انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهنج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومة سقسقة تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي، ولو ضيقة توسع، ولو شر أمثلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومة، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره. هديكي بدل الطاقة 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز.